الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، أحييكم من جديد في هذا المساء المغاير، في مساء اللؤلؤ المكنون والجواهر نحو العلا تتجه الأنظار، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، فغير الرمز لم نرد مطلبا لو كان بين النجوم العظائم. انطلق شوط الإبكار الحقايق المفتوح، انطلق شوط إذا ما أردت أن أصفه فإنه شوط الأشواط لما اجتمع فيه من الشعارات الأقطاب. تحضر الشعارات بهمتها العالية وبقوتها وبإنجازاتها. أسير مع المركز الأول، أسير مع أول الانطلاقات، أسير مع مقدمة الشوط، مع اللي تحمل الثلاث الحروف، مع نوف يا نوف. بإنجازاتها تتقدم بالشعار الملكية، شعار صاحب السمو الملكية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، من يقدم لنا نوف مع المركز الأول ومع أول الانطلاقات. نوف التي تحمل كأسية اللجنة الأولمبية في ميدان منطقة تبوك، وها هي تبحث عن إضافة المزيد من الإنجازات إلى إنجازاتها. المركز الثاني رهما، هي القادمة أيضا لنفس الشعار، تتقدم بهذه اللحظات مع المركز الثاني، تحمل شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز بن آل سعود. نعم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود بمتابعة راشد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري، من يتابع انطلاقة نوف ورهما مع المركز الأول والثاني. المركز الثالث اقتربت فيه الجافلة بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود بمتابعة سعود بن محمد بن فهد الرزق العجمية، من يقدم لنا الجافل. المركز الرابع انتقل لأتابع خيره القادمة مع المركز الرابع، وتتقدم مع سالم بن محمد بن سعيد العفاري، من يقدم لنا خيره وهجن الرياسة. تأتي مع المركز الخامس، تتقدم نحو المركز الرابع مع جواهر التي تحمل على ظهرها شعار يحمل روح الانتصار وجوهره. هكذا هي الأسماء، هكذا هي النتيجة، ولكن أعود إلى قمة الشوط، أعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى مع نوف. نوف الخطيرة، نوف التي تتقدم بهذا الشعار الذي يحضر في كل المحافل، الذي يحضر في كل المهرجانات، يتقدم في سبيل خطف هذا المهرجان، في سبيل خطف هذا الرمز الذي يحمل اسم المؤسس طيب الله ثرى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، من يقدم لنا نوف ورهما مع المركز الأول والثاني، الذي يأتي بهذا الدعم الثنائي لحرصه الكبير على خطف هذا الرمز، على خطف هذا الرمز الثمين، ليتقدم راشد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري. ولكن الجافل بدأت تقترب الجافل بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، من يقدم لنا الجافل. وسعود بن محمد بن فهد العجمية الثلاثية، الثلاثية الخطيرة، ولكن الرياسة بدأت بهجومها، بدأت بتشكيل انطلاقاتها، بدأت بحضورها،
بدأت تقترب جواهر، وأيضا وصلت فخر لهجين الرياسة، وبدأت الشعارات تقترب، وبن مروشد ينضم لهذه المنافسة. أيضا اقتربت في هذه اللحظة فلك سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة، ولكن نوف وجواهر الأمتار الأخيرة، الانتصار يحتار، هل سيبقى في المملكة العربية السعودية أم سيغادر؟ ولكن جواهر هجن الرياسة، والنقطة الثانية على التوالي في هذا المساء، الرمز الثاني لهجن الرياسة. نوف تحاول الصمود في الأمتار الأخيرة، ثم روشد مع مذيار التي تريد أن ترسم لها طريقا للمجد، له بالبنان يشهر، ولكن الرياسة وهجن مع جواهر ومع الأمتار الأخيرة، فخر وجواهر واللحظات الحاسمة. ولكن السلام رياسي بن زيتون، الفن لفظ وأنت معنا، والانتصار روح وأنت حاملها. الرياسة أول وثاني في شوط الحقائق الأبكار المفتوح، تهانينا وألف مبروك للرياسة وهجنها على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث مذيار، كان شعار نوف لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. ورابعا حضرت في مذيار لراشد بن محمد بن مروشد. والمركز الخامس، إذا نتابع هنا التوقيت الزمني، وفخر كانت حاضرة بهذا الفخر بهذا المجد، فخر حمل الرمز هو مطلب من أعظم المطالب، فيكفي فخرا بأنه لاسم المؤسس حاملا. تهانينا والف مبروك للرئاسة وهجنها على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني ولحظة الوصول لفخر التي كانت حاضرة بكل فخر مع شعارها، واستطاعت أن تخطف هذا الانتصار. 5:51 جزءا من الثانية، 65 جزء، نعم 5:51 ثانية و65 جزءا من الثانية. جواهر ثانيا لهجن الرياسة، 5:51 ثانية، 69 جزءا من الثانية. مذيار ثالثا لراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، 5:52 ثانية، 47 جزءا من الثانية. نوف لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود رابعا، وخامسا فلك لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة. كما ننوه للسادة الفائزين برموز أشواط الحقائق بأن تسليم الرموز بعد انقضاء أشواط الحقائق، لذلك نتمنى التوفيق.